يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا على ان الاولاد ما ينفعش يتحولوا الى مسرح عمليات. احنا محتاجين الاولاد يشوفوا قد ايه الاباء والامهات كل واحد فيهم مهتم بالاخر، كل واحد يعيش مع شريك حياته وهو حاسس ان هو ركن من اركان حياته، ما يقدرش يعيش ولا يتصور حياته بدونه. وعشان كده احنا محتاجين بشكل دقيق ان كل واحد فينا يخصص وقت لشريك حياته، محتاجين يبقى بيننا حوار كل يوم، محتاجين كل واحد فينا يبدأ ما ينتظرش التاني يبدأ، محتاجين نشيل الصور اللي لوثت أذهاننا ونبقى بنتعامل مع بعض زي ما احنا. كتير من الأزواج والزوجات بينتظروا ان يتشاف النور اللي فيهم ويتشاف الحلو اللي فيهم، وإذا انت أحسنت إليها وإذا أحسنت إليه هيخرج أحسن ما فيه. يا رب اجعلنا من أهل التوفيق والسداد حتى نكون أعوانا لأحبابنا على أنفسهم، حتى يخرجوا أحسن ما فيهم، حتى نعبدك وتعبدك بيوتنا يا رب العالمين بالمحبة وبالجمال وبالخير والرحمة. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اجعلنا محلا لنظرك بالرحمة والمودة على الدوام يا رب العالمين.